طريقتك دي انا ورا هتخليني ازعلك. يصح برضك تخش عليا الاوضه كده من غير استئذان؟ استئذان؟ انت وليا مش سهله. ايه قلتني كده؟ تيجي نخلص يا نوار. مش سامعه. مش سامعه. هي الاخت مركبه ودانها القديمه ولا بعيد عنك وقعتي على ودانك كنت صغيره؟ ما نخلص في هدوء احسن. خلاصك في ايدك يا نور عيني، مش في ايدي انا وحياه مصحف ربنا. اوعي نورة شطانك يكون ضحك عليك ومفهمك ان الونش بيخاف. يبقى شطانك اغبى منك. هي كل الحكايه ان انا بخاف على برستيجي، ما بحبش الشوشره، وانتي عارفاني كويس ان انا راجل رايق ومطر على دماغي. ما نيجي نتفق. قشط، نتفق. بس قبل اعرف يعني الواد ده ابني ولا لا؟ كله الا كده. لحد هنا وتعمل ستوب كات. انا عمر شعري ده ما اتفرد على كتف راجل في الحرام. ولو يا حبيبي مش مصدق، تعال نعمل تحاليل وتتاكد. سهله. تحاليل ونتاكد. يا نوره انا ما يفرقش معايا شعرك اتفرد امتى ومع مين. كل الحوار ده ما يخصنيش. انا اللي يخصني الحدوته الرخيصه اللي انت بتتجري بيها دي يكون لها نهايه. تاخدي قرشين وتتكلي على الله. الا الا ايه؟ هتبعت لي عيل صغير يرمي على وشي ميه نار، ولا راجل من رجالتك يهفني بالعربيه؟ لا بلاش خيرك، روح لبعيد قوي كده. الونش ليه لدغه؟ لا تعرفي هي جايه امتى ولا منين ولا ليها ترياق. يما استدق، خفت وركبي بقى بيخبط في بعض. ده حتى قلبي بقى يعمل دم دم ركا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم دم. حتى بص يا وعيدك واظبطي نفسك. اظبط نفسي ليه ان شاء الله؟ شايفني مبعتره ولا ماشيه بقول شكل للبيع؟ انا بحافظ على حقوقي. حقوق ايه يا ام حقوق؟ هما يومين وقضيناهم سوا وخدت تمنهم، ما تخيبيش اكتر من كده يا نواره. ده على اساس انك كنت شايطني من الشارع؟ انا كنت مراتك يا حبيبي، مراتك يعني ليا حقوق. طب انا خلاص خلقي بقى هنا وقلت اللي عندي يا نواره. اعلى ما في خيلك اركبيه وانتي عارفه اطلعي.